أخبار الآن تنفرد بمقالات حصرية حول تفاصيل حصول داعش على الأسلحة الكيميائية. مجزرة جديدة توقع 23 مدنيا في إدلب، والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في حلب. والهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثة ثانية إلى أبيان اليمنية. مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم استوديو الآن، نقدمها لكم مباشرة من دبي. نبدأها بموجز لآخر الأخبار، نبدأه من سوريا حيث قصف تنظيم داعش مدينة مارع في ريف حلب الشمالي بقذائف الهاون والمدفعية التي تحتوي على غاز الكلور السام، حيث استهدف التنظيم المدينة بعشرات القذائف التي تحتوي على غازات سامة، ما تسبب بحالات اختناق في صفوف المدنيين أغلبهم أطفال ونساء. كيف حصل داعش على السلاح الكيميائي؟ سنتابع تفاصيله في تقرير حصري في الفقرة الثانية من البرنامج. هذا وقتل 23 مدنيا وجرح العشرات إثر استهداف طائرات الأسد وروسيا بغارات عنيفة مدينة إدلب شمال سوريا، فيما رجح الدفاع المدني ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب وجود حالات خطرة. وأفاد ناشطون أن الطائرات التي بدأت غاراتها منذ ساعات الفجر الأولى ركزت قصفها على دوار القرى وسط المدينة المكتظ بالسكان، فيما لا تزال المروحيات تحلق بالمكان. قتل مدنيون وأصيب العشرات في تجدد لقصف جوي على أحياء مدينة حلب وريفها استخدمت فيه قنابل الفوسفور المحرمة دوليا بحسب ما أفاد ناشطون. هذا واستهدفت أيضا الغارات الروسية أحياء الهلك والسكري والصخور، بينما تعرضت مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي لسبع غارات جوية ولقصف عنيف غير مسبوق. كما استهدفت غارة جوية مستشفى الريح المرسلة في المدينة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. إلى ذلك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في حلب. دعا بان كيمون إلى وقف القتال في المدينة لمدة 48 ساعة على الأقل من أجل تقديم المساعدات الإنسانية. كما وحث المسؤول الأممي روسيا والولايات المتحدة على التوصل سريعا إلى وقف إطلاق النار. ونوه مشاهدينا إلى أن ملف الحالة الإنسانية في حلب سنخوض بتفاصيل أوفى حوله ضمن فقرتنا الثانية من البرنامج. عدت الولايات المتحدة أن استخدام روسيا لقواعد عسكرية إيرانية لتنفيذ ضربات في سوريا أمر مؤسف، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر أن هذه الخطوة قد تتعارض مع قرار مجلس الأمن 2231 المتعلق بالتعاون العسكري مع إيران. It's unfortunate but not surprising or unexpected. إنه مؤسف ولكنه ليس مستغربا أو غير متوقع. استمرار روسيا في تنفيذ الضربات الجوية والآن بمساعدة إيران المباشرة. روسيا تدعي أنها تستهدف داعش وأيضا أهدافا للنصرة، ولكن في الواقع تستهدف في الغالب قوى المعارضة السورية المعتدلة. يلاحق التحالف الدولي ضد داعش بين 100 و200 من الإرهابيين الذين استخدموا مدنيين دروعا بشرية للفرار من مدينة منبج السورية، على ما أعلن المتحدث باسم التحالف الذي قال إن مدنيين شوهدوا مع المسلحين في كل مركبة، لكن القوات الشريكة على الأرض لم تخوض معارك مع القافلة تجنب لأي إصابات بين المدنيين أو وقوع أضرار جانبية. شن مسلحو داعش هجوما واسع النطاق على قوات البشمركة الكردية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في محور دقوق توس خرماتو جنوبي مدينة كركوك الواقعة شمالي العراق، فيما لا تزال الاشتباكات بين الطرفين مستمرة ولم تعلن بعد حصيلة الضحايا في الجانبين. أفادت مصادر في الموصل لأخبار الآن باغتيال مسؤول نقل البريد بين ما تسمى بدواوين تنظيم داعش الملقب بأبي شعيب، ذلك خلال ملاحقته من قبل مسلحين مجهولين في حي الانتصار شرقي المدينة. المصادر ذاتها أوضحت أن القيادي في داعش أبو شعيب واسمه الحقيقي محمد جار الله قتل بإطلاق النار عليه بعد ملاحقته، حيث كان يستقل دراجة نارية على طريق كوكجلي التابع لحي الانتصار شرقي الموصل.
قال نازحون من مدينة الموصل إن معنويات مسلحي تنظيم داعش متدنية، مشيرين إلى مغادرة العديد من المقاتلين الأجانب المدينة، ونقلا عن عراقيين فروا من الموصل صوب مخيم ديبكة في قضاء مخمور، فإن معنويات أفراد التنظيم تردت كثيرا بسبب تعرضهم لضغط عسكري متزايد من القوات العراقية والتحالف الدولي. تجاوزت الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وبالخسائر الاقتصادية في الحرب الدائرة باليمن 14 مليار دولار حتى الآن، وبحسب تقرير سري فإن الصراع في اليمن تسبب حتى الآن في أضرار لا تزال جزئية تصل تكلفتها إلى نحو 7 مليارات دولار، وأضرار اقتصادية بأكثر من 7 مليارات و300 مليون دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمة. فككت وزارة الداخلية المغربية خلية إرهابية من 4 أشخاص في مدينة الدار البيضاء والقنيطرة، ذلك للاشتباه بمبايعتهم لداعش وتخطيطهم لاستهداف مواقع حيوية في الدار البيضاء. أشارت التحريات الأولية إلى انخراط المتهمين في مخططات إرهابية ضد أمن المملكة، كما بايعوا في وقت سابق زعيم داعش أبي بكر البغدادي، ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المغربية. قتل 14 متشددا على الأقل وأصيب آخرون في غارات جوية وعملية برية للجيش الباكستاني في منطقة قبلية مضطربة قرب الحدود الأفغانية. نفذ الجيش عمليته في منطقة جبلية في راجغال بإقليم خيبر الذي يعتبر من المناطق القبلية الباكستانية السبع المحاذية لأفغانستان، والتي تأوي متطرفين ملاحقين على صلة بتنظيم القاعدة أو بالطالبان. أسفرت الفيضانات التي تشهدها ولاية لويزيانا الأمريكية عن سقوط 11 قتيلا على الأقل، كما ألحقت أضرارا بنحو 40 ألف منزل، بينما ما زالت المياه تغبر منطقة باتون غوج عاصمة الولاية. وقال حاكم لويزيانا إن الولاية تشهد مستويات غير مسبوقة من الفيضانات مع تحرك المياه باتجاه الجنوب. من جهتها تقوم فرق الإطفاء بعملية بحث قد تستمر 5 أو 7 أيام أخرى. كيف حصل داعش على الأسلحة الكيماوية؟ هذا ما سنتابعه بالتفصيل ضمن تقرير حصري بعد قليل، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم من جديد. منذ نشأته علمنا عن داعش من أعدائه، سمعنا عن قصته بشكل كبير من قبل هؤلاء الذين يقاتلون التنظيم في العراق وسوريا، أيضا من المدنيين المصابين بصدمات نفسية الذين فروا من احتلاله الوحشي ومن المنشقين عنه في بعض الأحيان. هذا الأمر على وشك التغيير، هذه هي قصة أبو أحمد وهو فرد سوري في داعش شهد توسع التنظيم الهائل بأم عينيه وأمضى أشهرا إلى جانب أعتى المقاتلين الأجانب. في تقرير يوم أمس قدم أبو أحمد رؤية فريدة حول سياسة أبي بكر البغدادي الماكرة وكيف مهدت الطريق لتوسع داعش في سوريا. اليوم نعرض على حضراتكم التقرير الثاني حول تفاصيل حصول داعش على الأسلحة الكيميائية، نتابع. جبهة النصرة وتنظيم داعش يمتلكان أسلحة كيميائية. أبو أحمد مصدرنا في داعش رأى ذلك بأم عينيه. وفقا لأبي أحمد استولت جبهة النصرة على 15 حاوية من غاز السارين وغاز الكلور عند هجومها على القاعدة العسكرية التي تعرف باسم الفوج 111 التابعة لنظام الأسد. الفوج 111 يقع قرب دارة عزي. الحادثة وقعت بعد أن استولت النصرة على القاعدة العسكرية في 9 من كانون الأول ديسمبر سنة 2012. أيضا ووفقا لأبي أحمد فإن أبا الأثير العبسي أحد القادة الكبار في داعش أبلغ قادته فيما بعد أن تنظيم داعش استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين، مرة على نقطة تفتيش للنظام قرب قرية الحمرة في محافظة حماة، ومرة أخرى بتفجير سيارة ملغمة في مطار منغ العسكري في محافظة حلب. عندما بدأ الاقتتال الداخلي بين جبهة النصرة وتنظيم داعش بقيت معظم الحاويات في يد النصرة،
لكن داعش تمكن من الاستيلاء على ما لا يقل عن 3 حاويات من غازي الكلور والسارين عندما فروا إلى الرقة. وبعد ذلك اعترف جهادي هولندي في المنتدى الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تنظيم داعش استخدم بالفعل أسلحة كيميائية ضد أعدائه. القصة الكاملة بتفاصيلها منشورة على موقع قناة الآن الإخباري. للإطلاع على المقال يرجى البحث في النت عن العنوان الظاهر أمامكم في أسفل الشاشة. ننوه مشاهدينا إلى أننا في تقرير يوم غد سنعرض على حضراتكم بالتفصيل جهود القاعدة للحد من صعود داعش، كما ننوه إلى أن التقارير على مدى الأيام 3 والتي تتضمن تفاصيل مقالاتنا الحصرية والمعلومات التي زودنا بها أبو أحمد تجدونها على موقعنا أخبار الآن دوت نت. شنت إذن في سوريا المقاتلات الروسية صباح اليوم غارات جديدة على أحياء مدينة حلب الشرقية وعلى منطقة الراموسة جنوب المدينة وكذلك على ريفها، ذلك بعد يوم دام بلغت حصيلة القتلى المدنيين فيه أكثر من 50 مدنيا. في نفس السياق حذرت الأمم المتحدة من أن مدينة حلب على شفا كارثة إنسانية داعية الولايات المتحدة وروسيا لتكثيف الجهود من أجل فرض هدنة إنسانية. على شفا كارثة إنسانية تعيش مدينة حلب وريفها اللذان يتعرضان يوميا لعشرات الغارات الروسية وسيل من القذائف المدفعية والبراميل المتفجرة التي يلقيها النظام يوميا. أكثر من 50 قتيلا وعشرة الجرحى حصيلة يوم واحد من الغارات التي استخدمت فيها روسيا أسلحة محرمة دولية منها القنابل العنقودية والنابالم في وقت يحاول النظام وحلفاؤه تغيير خارطة السيطرة العسكرية في المدينة التي خسروا فيها عشرات المواقع الاستراتيجية لا سيما الكلية المدفعية قلعة النظام الأخيرة في حلب. يا رب يا رب الولد. استخدام الأسلحة المحرمة هذه في الهجوم على حلب دقت ناقوس الخطر لدى منظمة Human Rights Watch التي أصدرت تقريرا أدانت فيه استخدام موسكو الأسلحة الحارقة في قصف المناطق السكنية موثقة 18 حالة انتهاك صارخ للقوانين الدولية واستنادا إلى صور وشهادات حصلت عليها مؤخرا. هذه الانتهاكات جاءت في محاولة من روسيا حفظ ماء وجهها إثر خسارة حلفائها على الأرض الذين يحاولون مجددا التقدم جنوب حلب إذا شنوا هجوما جديدا على مواقع فصائل المعارضة المسلحة ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 فردا من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني. عملية عسكرية هي الآن في حلب، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للقول إن المدينة على شفا كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل، داعية روسيا والولايات المتحدة إلى التوصل سريعا إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار وتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات قبل أن تنهار المدينة التي يقطنها أكثر من 2.5 مليون مدني. بدلا من الذهاب إلى مركز طبي مختص بات الكثيرون من المصابين بقصف النظام على الغوطة الشرقية يقصدون ورشة أبي صلاح للحدادة من أجل تركيب طرف اصطناعية تعوض تلك التي فقدوها جراء غارات النظام لتصبح الأطراف الحديدية الخيار الأنسب لهم في ظل الحصار المفروض من قبل قوات نظام الأسد. التفاصيل في سياق تقرير مراسل أخبار الآن جواد العربيني. في ورشة الحدادة هذه يعمل أبو صلاح وشريكه على توفير الأمل لأناس خيم عليهم اليأس، وذلك من خلال تصميم وتصنيع أطراف اصطناعية بمواد بسيطة. في هذه المستودعات يجمع أبو صلاح كل ما يجده في الطرقات فيحتفظ بها ليستخدمها عند الحاجة. عملنا إحصائية واستبيان واستطلاع من المستشفيات والنقاط الطبية فاتضح لدينا أن هناك 5262 حالة بتر، تمام؟ فهذا مما اضطرنا إلى أن نقوم بخدمة أهلنا وناسنا. وطبعا نحن ليس لنا دراية بصناعة الأطراف سابقا، هي حدادة عامة. طيب فشو العمل؟ أول ما بدأنا بصناعة العكاكيز بالمواد المتوفرة اللي هي المواسير البلاستيكية، وفي خضم العمل بخلال شهر ونص تراءت إلينا فكرة صناعة أطراف. يبدأ بالقياس
يطرق الحديد، يثقبه، ثم يجعل ملمسه ناعما. يعمل باستمرار حتى يصنع أطرافا قد تبدو أنها شيء بسيط لكنها ثمينة جدا لأولئك المحتاجين إليها. إلى الآن أصبح عدد وكل موثق بأسماء ومعروفة من أطراف علوية وسفلية وأجهزة طبية بحدود 1850 طرف وجهاز. وكما سبق قلنا أنه تعرضنا إلى تدمير الورشة، وكان دعم هذه الورشة بتمويل ذاتي والإمكانيات المتاحة. رفعنا شعار البسمة والأمل للأخوة التي وقع الظلم عليهم وقد بطرت أطرافهم، يعني أصبحوا عالة على مجتمعهم وعلى عيالهم. فنحن بعملنا الإنساني هذا استطعنا أن نقدم له جهاز يستخدمه أقرب ما يكون للطبيعة. زرع بذور الأمل وسط أشواك اليأس هو ما يحاول أبو صلاح فعله كل يوم، غير أن مشكلته تكمن في صعوبة متابعة عمله نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج مثل هذه الأطراف والتي تشمل الكهرباء والغاز، وذلك في ظل الحصار الذي يفرضه النظام على مدن وبلدة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق. جواد العربيني، أخبار الآن، ريف دمشق. فقرتنا مستمرة فيها بعد قليل مشاهدينا. القوات العراقية تقترب من القيارة جنوب الموصل. أهلا بكم من جديد. ضمن استعدادات القوات الأمنية العراقية استعادة مدينة الموصل، أكمل فوجا الموصل وصلاح الدين في جهاز مكافحة الإرهاب تطهير قرية الجدعة وقرية الجواعنة بشكل كامل، فيما تم إكمال تطهير مفرق قاعدة القيارة وطريق القيارة مخمور من جانب آخر. فيما أفاد مصدر عسكري لمراسل الأخبار الآن بأن القوات العراقية لا تبعد سوى 400 متر عن القيارة وهم على أتم الاستعداد لاقتحامها. سنتعرف على تفاصيل أكثر. لينضم لنا إذن من نينوى مراسل الأخبار الآن لؤي أمين عبر سكايب مباشرة. لؤي، ما تفاصيل ما يجري على الأرض؟ إلى أين وصلت إذن القوات الأمنية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب في تطهير المناطق؟ ما هي المناطق بالضبط التي طهرت بشكل كامل إلى الآن؟ مرحبا خديجة. نعم، قبل اليومين بدأت عملية يعني موسعة ضد القيارة لتحريرها. اليوم تم تحرير مفرق القيارة ومن جهة المخمور، الشارع الذي يربط ناحية القيارة بمخمور، حتى وصلت القوات الأمنية إلى جسر القيارة وهو الجسر الوحيد الفاصل بين القوات الأمنية ومدينة القيارة من جهة، وكذلك تم تحرير مفرق الحظر المعروف لدى الموصلين الذي يربط قضاء الحظر بناحية القيارة. قوات الأمنية أكملت استعداداتها حسب مصادر عسكرية، فوجي الموصل وصلاح الدين لجهاز مكافحة الإرهاب، وكذلك اللواء 37 و 91 من الفرقة التاسعة المدرعة، وكذلك الفرقة 15. الآن تتجحفل وتطوق القيارة من جميع الجهات، وكذلك مصدر عسكري من قيادة عمليات نينوى وأكد لنا أن القوات لا تبعد سوى 400 متر عن ناحية القيارة وهم بانتظار الأوامر من القيادة العليا في بغداد لاقتحام المدينة واستعادتها. وفي نقطة مهمة أيضا، قبل يومين قامت قوات البيشمركة بتحرير جسر الجوير وهو الجسر الرابط بين قضاء مخمور ومركز مدينة الموصل. هذا الجسر الاستراتيجي الذي لا يبعد سوى 17 كيلومتر فقط عن مركز مدينة الموصل. يعني هذا الجسر كان يسيطر عليه داعش منذ أكثر من سنتين، لذلك لجأت قيادة عمليات نينوى إلى جسر الجيارة بما أن هذا الجسر قد تم تحريره. لذا يعني نعتقد أن في الأيام المقبلة ستدخل القوات عن طريق هذا الجسر إلى أن يتم تصليحه. يذكر أن داعش يعني فجر هذا الجسر، لكن هذا الجسر هو استراتيجي. وكذلك ناحية القيارة هي يعني
تكون يعني شبه يعني مطوقة بالكامل بانتظار الأوامر من بغداد. اليوم كذلك طيران القوات الجوية بضربتين جويتين في مدينة الموصل أدى إلى مقتل العشرات من داعش وكذلك نعم لؤي. آخرين. طيب هذه المناطق التي تم تطهيرها بشكل كامل سواء قرية الجدعة، قرية الجواعنة، أيضا مفرق قاعدة القيارة، طريق القيارة مخمور، وأيضا المعلومات التي زودك بها المسؤولون بأن القوات على بعد 400 متر فقط من جسر القيارة، كل هذه المناطق الآن ما مدى أهميتها في يعني سير المعركة في سبيل تحرير الموصل الآن؟ يعني الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق والأهمية العسكرية أيضا. الأهمية العسكرية القيارة هي مركز يعني مهم جدا، خاصة هي تحتوي على محطات للغاز والبترول، وهي لديها مصفى نفطي. داعش خلال اليومين المنصرمين خسر حوالي 300,000 دولار يوميا من النفط والغاز الذي كان يستخرجه يسرقه من ناحية القيارة، وكذلك هناك الكبريت وهناك القاعدة العسكرية وهناك محطة كبيرة جدا للكهرباء في ناحية القيارة. ناحية القيارة هي موقع استراتيجي مهم كذلك، وأيضا لا ننسى الجوير، جسر الجوير الذي حرره قوات البشمركة هو أيضا موقع استراتيجي مهم، 17 كيلومتر فقط يبعد عن مركز مدينة الموصل، وهو طريق يعني كان مغلق ومسدود من قبل داعش على نهر الزاب الكبير، وتم تحريره وبانتظار إصلاح الجسر لعبور القوات إلى الضفة الأخرى والسير نحو مدينة الموصل. طيب لو أي مدى بالنسبة للنازحين الهاربين من داعش، بالنسبة للمدنيين كيف يتم تأمينهم في ظل كل هذه التحركات الآن على الأرض؟ نعم، في موضوع النازحين اليوم الفريق عبد الغني الأسدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب أكد مرة أخرى عدم ترك الأهالي لقراهم ولمدنهم، وسيتم توفير الخدمات والمياه والطعام لهم، مع أنه النازحين يعني يفرون باستمرار من مناطق سيطرة داعش إلى منطقة ديبجة، مخيم ديبجة في مخمور. نعم، في حوار لنا في مقابلة مع قائد عمليات نينوى قبل أيام سألته عن هذا الموضوع، قال نحن على أتم الجهودية لاستقبال النازحين، والنازحين هم أبناؤنا وهم يعني في الحفظ والصون، وسنحاول جهد الإمكان توفير كافة مستلزمات الخدمية لهم. شكرا لك لؤي أمين مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من نينوى. في الشأن اليمني أعلن مصدر يمني أن القوات السعودية المشتركة ألحقت خسائر فادحة في صفوف الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله الصالح في معركة أبواب الحديد المقابلة لمنفذ علب الحدودي جنوبي المملكة تقدر بحوالي 150 قتيلا بحسب ما أكدته صحيفة الوطن السعودية. من جانبه قال رئيس التحالف القبلي لأبناء صعدة يحيى مقيت، قال إن الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله الصالح حاولوا بتخطيط من قادة إيرانيين موجودين في صعدة تخزين الأسلحة وحفر الكهوف على الحدود استعدادا لمهاجمة القوات المسلحة السعودية. هذا وكان 7 أشخاص قتلوا إثر سقوط مقذوف من الأراضي اليمنية على منطقة البرحة شرق مدينة نجران السعودية وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، واتهم اللواء الركن أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي اتهم الإنقلابيين اليمنيين باستغلال مشاورات السلام لإعادة التزود بالسلاح مع تصاعد العنف إثر تعليقها قبل أيام. عبر الهاتف من الرياض ينضم لنا الدكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث. دكتور ناصر مساء الخير، أهلا بك معنا. دعنا نبدأ من المعلومات المتوفرة لديكم عن ما يجري على الأرض على الحدود السعودية، عن تفاصيل الخسائر التي تكبدها الانقلابيون قرب الحدود. مسيتم بالخير جميعا. لا شك أن ما يجري على الحدود السعودية اليمنية من تصعيد من الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، لا شك أن هذه هي حالة الاختناق وحالة الاحتباس داخل الأراضي اليمنية حول صنعاء وتعز، فبالتالي هم يحاولون في محاولات يائسة أن ينقلوا أو على الأقل يخففوا من الضغط الذي أتى عليهم
حاصرهم من عدة جبهات، خاصة فيما يتعلق بالعاصمة صنعاء من القوات النظامية اليمنية. فبالتالي حاولوا أن يضغطوا على الجناح الشمالي من المعركة وعلى الحدود السعودية، لكنهم منيوا بالخسائر الفادحة فيما يتعلق بالأعداد البشرية التي تساقطت وكانت محط ضرب القوات السعودية. وهذا الحدث لكن ما يشير إليه التطور الأخير، لأن هناك تطور نوعي فيما يقدم من الأراضي اليمنية من أسلحة إيرانية، وأيضا الخبرة اليمنية لا ترتقي أو تساهم في مثل ما حدث في الآونة الأخيرة، وهذا يشير إلى وجود عناصر إيرانية سواء فيما يتعلق ليس بالتدريب ولكن ربما يكون أيضا المباشرة في استخدام بعض المعدات أو بعض الآليات التي استخدموها مثل المدافع بعيدة المدى أو حتى السلاح، والسلاح بالتأكيد هو سلاح إيراني 100% بحسب ما تم اكتشافه وتأكيده من السلطات السعودية. طيب، ولكن ما يدور في هذا على هذا المحور بالتأكيد لصالح القوات السعودية حينما أسقطت أكثر من العدد المشار إليه 150، ربما يتجاوز العدد 200 شخص ممن حاولوا في الأسبوع الماضي الدخول أو الاحتكاك بالأراضي السعودية. طيب دكتور ناصر، عطفا ما ذكرته أيضا اللواء الركن أحمد عسيري قال بأن انقلابي اليمن استغلوا إذا المشاورات وأعادوا التزود بالسلاح. بنظر أيضا إلى هذه المعطيات، الوضع العسكري على الأرض في اليمن ماذا يتطلب الآن برأيك؟ طبعا بالتأكيد الحوثيين والحوثيون وعلي عبد الله صالح ديدنهم المراوغة سواء فيما يتعلق بالزمن المتاح لهم في مباحثات أو مشاورات الكويت وما أتى بعدها، والاسترخاء الدولي فيما يتعلق بصدور قرار أممي وصدت روسيا القرار. بالتأكيد المعطيات على الأرض هي لصالح الحكومة اليمنية الشرعية، وقوات التحالف الدولي أيضا امتدت أذرعتها إلى مفاصل القوات المسلحة والمناطق التي كانت بعيدة عن مركز المعلومات أو توفر المعلومات، وبالتالي أصبح هناك قدرة قادرة على اكتشاف المزيد من مواقع التخزين، لأننا نعرف أن هناك 5 سنوات من العمل السري في داخل الأراضي اليمنية سواء من الحوثيين أو علي عبد الله صالح لمثل هذه الأمور. ولكن ما حدث على الأرض خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع لصالح القوات الشرعية فيما تحركت به من مزيد من الدخول على أعماق صنعاء، وأيضا التأثير المباشر على القوات التي كانت تتمركز حول محيط صنعاء وتعز، وهناك أيضا دور قادم خلال نهاية هذا الأسبوع والأسبوع القادم قوات التحالف الدولي فيما يتعلق بصعدة وما يتعلق بالتحرك الأخير نحو الأراضي السعودية، لأن الأراضي السعودية ستكون بالنسبة لهم أطماع لن تتحقق لهم، ولا سيجدون كل محاولات الصد وأيضا الردع بوسائل مختلفة، وستكون هناك آلية مختلفة في الأيام القادمة فيما يتعلق بآلية الحرب داخل الأراضي اليمنية. شكرا جزيلا لك دكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من أبها، شكرا لك. دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلتها الثانية للمساعدات إلى محافظة أبيان اليمنية ضمن قوافلها الإنسانية إلى مختلف اليمن والمدن والقرى اليمنية. ترمي إذن القافلة الإنسانية التي تضمنت 1500 سلة غذائية وخيام إيواء إلى مساعدة سكان المحافظة على مواصلة حياتهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها نظرا للظروف التي يتعرض لها اليمن بوجه عام. في نفس السياق، أعادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية افتتاح مركز صحي
في منطقة العيون التابعة لمديرية غيل بوازير في محافظة حضرموت اليمنية ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي تنفذها في المحافظة لتحسين الأوضاع الإنسانية لسكانها وتلبية متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. هذا ودشنت هيئة الهلال الأحمر عيادة متنقلة في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج اليمنية، وستقدم العيادة الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأبناء المديرية والمديريات المجاورة والمناطق المتاخمة لها. كما أكدت الهيئة أن دعم قطاع الخدمات الصحية في اليمن يعتبر ضمن أولوياتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن جهودها في هذا الصدد تتضمن عددا من المحاور، منها أولا الجانب الإنشائي وإعادة إعمار البنية التحتية الذي يشمل تأهيل وصيانة المستشفيات والمؤسسات الصحية. لتفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف مباشرة من أبو ظبي الأستاذ فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للمساعدة الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. أستاذ فهد مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن مبادرات عديدة قام بها الهلال الأحمر الإماراتي خاصة في اليمن، آخرها كانت تسيير قافلة إنسانية ثانية. لو تحدثنا أكثر عن المبادرات الأخيرة، ماذا شملت، ماذا غطت من مناطق، أيضا إذا كانت لديك أي أرقام عن عدد الأشخاص المستفيدين من هذه المبادرات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت هنالك طبعا مواد غذائية تم دعمها لمحافظة أبين، وتم اعتماد قبل قليل دفعة أخرى ما يقارب 10,000 طرد غذائي ل10,000 أسرة. إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم توزيعها في محافظة أبين، وهنالك فريق آخر مثل ما تفضلت في حضرموت. مثل ما قمنا بإيجاد البنية التحتية وصيانتها وتوفيرها في عدن، فبدأنا في المحافظات الأخرى. اليوم العيادة المتنقلة للوصول إلى المرضى المعاقين وكبار السن في مناطقهم والقريبة من منازلهم، لهذا اليوم تم إيجاد حل آخر وهي العيادة المتنقلة. لحين صيانة معظم عيادات ومراكز الصحية في المحافظات الستة إن شاء الله. طيب الوضع في اليمن الإنساني متأزم جدا طبعا في ظل الخروقات من قبل الإنقلابيين، يعني حجم المساعدات، حجم الكارثة أولا في اليمن، وأيضا حجم المساعدات التي لا تزال مطلوبة. طبعا بحكم أن اليمن منذ فترة طويلة وخاصة محافظات عديدة لم يتم الاهتمام بها منذ عشرات السنين، واليوم نقوم بصيانة ما هي ما يقارب 20 عام لم يتم الاهتمام بها أو التركيز عليها، إضافة إلى إيجاد حلول سريعة لتوفير البنية التحتية المطلوبة. ودائما لما نتكلم عن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في موضوع الإغاثات والمساعدات بعد الإعاشة، نقوم بتوفير الصحة وهذا ما نقوم به حاليا، والمدارس، ومن ثم الأمور اللي هي مثل البلديات والمياه والآبار. فلهذا حجم ما قدمته دولة الإمارات ليومنا هذا تعدى 1.2 مليار دولار، وفي يعني كم كبير أو جزء كبير من هذا من هذه الميزانية هذا المبلغ تم دفعه كمساعدات عبر الهلال الأحمر الإماراتي بدعم أيضا من بعض مؤسساتها الخيرية في الدولة عبر الهلال الأحمر الإماراتي. فلهذا اليوم نحن متواجدين على الأرض الحمد لله، ومتواصلين ومنتقلين قريبا، يعني سنغطي تعز بأكملها إن شاء الله، ومتجهين للمناطق المحررة الأخرى، وإن شاء الله نصل إلى مناطق عديدة وإن شاء الله إلى الشمال قريبا إن شاء الله. طيب ما هي الخطط التي وضعت في هذا الصدد؟ هل لتسيير قافلات إنسانية جديدة أم هناك مبادرات جديدة إضافة لما قدم إلى حد الآن لمساعدة المحتاجين؟ القافلات مستمرة بدون توقف في المحافظات التي تم تحريرها. اليوم لو نتكلم عن عدن، يعني هنالك بعض الأسر التي ما زالت بحاجة لتقديم مساعدات شهرية كون أن الحياة رجعت إلى عدن بشكل كبير. فهنالك طبعا اليوم المحافظات الأخرى اللي نقوم بتجهيز وتوفير متطلباتها لحين العودة للحياة الكريمة طبعا للأسر، ومن ثم الانتقال إلى مناطق تم تحريرها يعني خطوة بعد خطوة. لدينا ما يقارب 4 أو 5 فرق اليوم متواجدين في عدة محافظات مع متطوعين من الجانب اليمني الذين يخدموننا ويصلون
بمناطق عديدة ولديهم خبرة طبعا بالمناطق والطرقات. طيب هلال الأحمر الإماراتي كيف يدعم هذه المبادرات الآن في اليمن؟ هل عن طريق مساعدات أم يعني هل هناك أيضا ربما خطط لوضع خط أحمر أو مساعدات فردية ممكن أيضا أن تشارك في هذه الحملات؟ أو كيف يتم عادة جمع المساعدات المخصصة الآن خاصة للمحتاجين في اليمن؟ قصدك تجميع داخل الدولة؟ نعم، من الإمارات. اليوم المكاتب الهلال الأحمر على مستوى الدولة، مواقعها، مراكزها تستقبل جميع التبرعات اللي تقدم إلى اليمن. هنالك طبعا تبرعات عينية نستلمها ونرسلها عبر البر والبحر، وهنالك طبعا تبرعات نقدية يتم شراء ما يمكن توفرها في السوق المحلي حاليا في عدن وحضرموت، نقوم بشراء السوق من السوق المحلي ولإنعاش الاقتصاد في هذه المناطق. طيب أستاذ فهد، بالنسبة للراغبين من أفراد ربما على أرض الدولة المشاركة والمساهمة في هذه المساعدات، كيف يمكنهم ذلك؟ عبر جميع قنوات الهلال الأحمر، سواء الموقع الإلكتروني إذا كان نقدي، المواقع ومراكز جمع التبرعات النقدية والعينية، بإمكان تقديم ما يرونه مناسبا لليمن، وإحنا على استعداد، وبشكل أسبوعي تقريبا تنقل هذه المساعدات برا وبحرا طبعا عبر موانئ طبعا عدن وميناء حضرموت إن شاء الله قريبا. شكرا لك جزيلا على هذه المشاركة معنا الأستاذ فهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للمساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من أبوظبي. شكرا. فقراتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. الجلوس بشكل مفرط يرفع نسبة الإصابة بأمراض القلب. أهلا بكم من جديد. كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الجلوس بشكل مفرط أو خمول الجسم لمدة تزيد عن 10 ساعات يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو الجلطات الدماغية أو الوفاة بأمراض غير متصلة بالقلب. كما خلصت نتائج الدراسة إلى أن الجلوس المعتدل بلا نشاط من غير المحتمل أن يؤدي للإصابة بأمراض القلب. تعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تشير إلى مدة الخمول التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. عبر الهاتف مباشرة من ماربيا الإسبانية معنا الدكتور عبد الله رواح، استشاري جراحة القلب بمستشفى سان جورج لندن ونائب رئيس جامعة لوغانو سويسرا. أهلا بك معنا الدكتور عبد الله. إذا هذه الدراسة تتحدث بأن الجلوس بشكل مفرط ولمدة تزيد عن 10 ساعات ممكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو الجلطات الدماغية. بداية، ما مدى اتفاقك مع هذه الدراسة ولماذا؟ السلام عليكم. طبعا الجلوس هو من احد الاسباب عدم طبعا من اهم اسباب امراض القلب هو الجلوس، عدم الحركه وعدم الرياضه، سيدنتري لايف يسمى. فهذا طبعا عندما الانسان يكون يتحرك ويعمل رياضه يزداد نشاط القلب وتزداد الاوعيه الدمويه، يتحرك فيها القلب بكثره، فيقل قيمة أقل نسبة الكوليسترول ونسبة الدهون الثلاثية، كمان يخف الضغط يعني في الإنسان. يعني تتفق مع نتائج الدراسة يعني الجلوس أو الخمول لمدة 10 ساعات ممكن أن يؤدي إلى إصابة بأزمات وجلطات قلبية؟ بالتأكيد، دراسة قديمة وحديثة أثبتت هذه الأشياء. طيب من خلال حياتنا اليومية وممارساتنا اليومية دكتور، ما هي الممارسات التي نقوم بها يعني بشكل غير واعي أو بشكل ربما غير مركزين وغير واعين بمدى ضررها؟ هو كثرة الجلوس وعدم الانتظام في الأكل، وأيضا عدم ممارسة الرياضة. المفروض الرياضة يومية تكون حد يعني الإنسان يعملها في برنامج حياته أقل شيء ساعة ونص ساعتين، وكمان عدم تنظيم الأكل وشرب المنبهات، زيادة القهوة والشاي، هذه الأشياء كلها سبب كبير إلى جانب الجلوس بدون ممارسة الرياضة والمشي أو أي حركة تساعد جسم الإنسان على إزالة الشوائب من المأكولات المليئة بالدهون. دكتور، يعني كل النقاط أو كل ربما العوامل التي ذكرتها يعني
العديد من الناس يقومون بها، عدم تنظيم أوقات الأكل، عدم ممارسة الرياضة، عدم الحركة. يعني كيف ممكن يعني أن تنصح الناس من خلال ربما خطوات محددة لكي يمكننا الحفاظ على صحة القلب، على صحة الجسم بصفة عامة، من خلال خطوات بسيطة يمكن أن نعتمدها كنمط حياة يومي وأن نتعايش معها؟ نمط حياة يومي أن لازم نحدد من وقتنا أقل شيء ساعة ونص ساعتين رياضة، مش شرط تكون رياضة شديدة، بس أقل شيء المشي ساعة ونص ساعتين في اليوم. ساعة ونص أو ساعتين في اليوم، أقل شيء ساعة ونص رياضة في اليوم. نعم. طيب ماذا بالنسبة للأكل؟ ذكرت بأنه عدم تنظيم أوقات الأكل يمكن أن يصيب أيضا بأزمات قلبية، كيف ذلك؟ عدم كثرة الأكل وعدم الأكل أكل النظام الغذائي الصحي يسبب أمراض مثل الكوليسترول وارتفاع السكر، السمنة والذي تؤدي إلى ارتفاع الضغط، فهذه كلها أشياء تساعد على أمراض القلب والإصابة بالجلطات. يعني ليس أوقات أو تنظيم أوقات الأكل أو ثلاث وجبات يومية في أوقات محددة، يعني نوعية الأكل ربما أكثر من تنظيم الأوقات. بالتأكيد نوعية الأكل. نعم. طيب الأكل في المساء في بعد ساعة معينة المفروض يكون أكل خفيف وما تأكل الأكلات الثقيلة على أساس أنه يكون صعب الهضم في الجسم أثناء المساء أثناء النوم. نعم، شكرا لك جزيلا على هذه المداخلة. معنا الدكتور عبدالله رواح، استشاري جراحة القلب بمستشفى سان جورج لندن، ونائب رئيس جامعة لوغانو سويسرا، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من مربية الإسبانية، شكرا لك على هذه المداخلة. قال تقرير جديد إن الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين يقرؤون بشكل أبطأ حتى إذا كانت حدة أبصارهم عادية، ويقول معدو التقرير إنه ربما أصبحت سرعة القراءة وسيلة لقياس الإعاقة الوظيفية التي يسببها جفاف العين. وقالت دكتورة بأحد المستشفيات الأمريكية أنه حتى على الرغم من أن حدة أبصارهم عادية، ففي خلال اختبار قراءة استغرق 30 دقيقة قرأ المرضى المصابون بجفاف العين بشكل أبطأ من العادي، سواء جهراً أو صمتاً. نشرت مجلة عن مضاد حيوي جديد يمكن أن يشكل حماية للبشرة لفعاليته الكبيرة. المضاد الحيوي الذي تنتجه بكتيريا في الأنف قد يشكل وسيلة للتغلب على عدم استجابة بعض الجراثيم العنقودية للمضادات الحيوية العادية. واكتشف علماء في ألمانيا بكتيريا مخبأة في الأنف تنتج مضادا حيويا يمكن أن يقتل العديد من مسببات الأمراض الخطيرة، بما في ذلك البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. أطلقت الصين قمرا اصطناعيا قادرا على إرسال رسائل مشفرة من المستحيل اختراقها. وقال علماء إن القمر الاصطناعي سيرسل البيانات على شكل دقات من الجزيئات لا يمكن اعتراضها، ومن شأن هذه التقنية التأسيس لنظام اتصالات يصعب قرصنته. وأطلقت الصين على قمر واسم ميسيوس، وتيمنا بالفيلسوف الصيني الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. توفر مدرسة للموسيقى في مدينة البصرة العراقية فرصة للأطفال كي يتعلموا خلال الصيف العزف على آلات موسيقية، على أمل إبعادهم عن دائرة العنف في البلاد التي تهلك الكثيرين وتدمر مستقبل الآخرين. تقدم إذن هذه المدرسة التي يتكون طاقمها من متطوعين للأطفال من سن الخامسة وحتى السادسة عشر من عمرهم، تقدم دروسا في العزف على آلات موسيقية متنوعة من بينها الجيتار والبيانو والناي. تعلم عن الموسيقى بدل ما نلعب بالسيارة، يجيهون نتعلم وأنا ما شايف بيانو، أنا شايفة بالتلفزيون ما قاعد بيها صديق، السجينة نقعد ونعزف بيها، والجيتار والكمال نعزف بيها، وبدل ما تلعب بالعيد مسدسات وقتي تجي هنا تعزف، وهاي فرصة ثمينة لأن راح تبدي المدارس لأن عطلة. أنا مود أتعلم الموسيقى،
أتعلم بيانو والأورج وكل الموسيقى. شيء حلو شفتيه؟ شيء حلو؟ كل شيء شفته حلو. شنو اليوم أنت لزمت الآلات وتعلمت بيهم؟ تعلمت على البيانو اليوم. طبيعة الحال هو الإنسان بشكل عام بما فيه الطفل هو مؤثر استجابة لمؤثر معين، البيئة هي المؤثر والسلوك هي استجابة لهذا المؤثر لهذه البيئة، فاحنا نحاول بطريقة أو بأخرى أنه يعني ننقل الطفل من حالة سلبية أزاء المؤثرات البيئية المحيطة به إلى حالة أكثر نضج، أكثر وعي، أكثر جمالية، نحاول نبعد عن لغة العنف، لغة الإقصاء. تأخذ جولة سياحية سيرا على الأقدام في بيروت السائحين بعيدا عن الطرق المألوفة، وتقدم لهم العاصمة اللبنانية بمنظور بديل بعيدا عن الأماكن التي عادة ما يزورها السياح. تستغرق الجولة التي تعد واحدة من بين جولات التمشية القليلة المتاحة في المدينة 4 ساعات، حددت تكلفتها ب 25,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 16 دولارا للشخص الواحد. كل الاكسباتس بيجوا عندنا، كل المغتربين اللي بيجوا هون على لبنان ولا حتى الجايين سياحه على لبنان، بتقول لهم اذا جايين 3 ايام او 5 ايام او حتى اسبوع او حتى شهر، بتسالهم شو عملتوا، بقول لك رحنا على الجميزه سهرنا، بعد ما خلصنا رحنا على الحمراء كمان تروقنا الصبح، ومن هنيك رحنا على جعيتا، ومن جعيتا رحنا على جبال. بتقول لهم شو عرفتوا عن بيروت؟ بقول لك انه ايه حلو السهر فيها، وثلاث ارباع العالم تنسى انه بيروت عندها روح خاصة فيها وكاركتر خاصة فيها، وما بشوفوا هذا الشيء، وهذا الشيء كان أكثر محفز لنا انه نحن نبلش هذا التور. الموضوع يمكن يكون حلو احسن من ان انا ابقى اكتشف الموضوع لوحدي، احسن اعتقد ان ما يبقى معايا جايد، مفروض ان انا ابقى اكتشف الموضوع اسرع احسن. تمام، الموضوع مش هياخد مني وقت، وطبعا بالنسبه لي بيروت دي مدينه مجهوله، فلسه الواحد لسه بيكتشفها، خصوصا الواحد مش هيقعد كتير، فاعتقد ان دي حاجه حلوه يعني، كويسة جدا يعني. من المزمع أن تفتتح إمارة دبي نهاية الشهر الجاري دار الأوبرا التي تشكل رهانها على حجز مكانة لها على الخريطة العالمية الثقافية والموسيقية، وتطوير مجال لم ينل الاهتمام الكافي في مدينة عرفت نموا هائلا خلال العقود الماضية. تفتتح إمارة دبي نهاية هذا الشهر دار الأوبرا التي تسعى من خلالها إلى حجز مكانها على الخريطة العالمية ثقافيا وموسيقيا، وتطوير مجال لم ينل الاهتمام الكافي في مدينة عرفت نموا هائلا خلال العقود الماضية. مبنى أوبرا دبي الذي يقع وسط الإمارة قرب برج خليفة، مستوحى من المراكب الشراعية الخشبية التي تشتهر في الخليج وخور دبي. إنه وقت مثير لنقول انظروا إلى كل ما هو موجود في دبي، انظروا إلى كل الأسباب التي جعلتها مكانا رائعا لزيارته والعيش فيه، الآن سنجعلها أفضل. هذا جزء من أمور كثيرة تحدث راهنا وستساعد على تحسين نوعية الحياة في المدينة. ودار الأوبرا التي تفتتح في 31 من آب أغسطس مع التنور الإسباني بلاسيدو دومينغو تتسع لزهاء 2000 شخص، وتوفر مكان عرض لأنماط فنية مختلفة، ويأمل المسؤولون عنها في أن تسهم بتطوير إنتاج محلي. من وجهة نظر خاصة كموسيقية وفنانة، أظن أن المشروع رائع، إذ يعبر عن اهتمام بالفنون ويخصص مكانا لها، يمكن للناس أن يقصدوه ويشاهدوا ما يقدمه، وهو ما قد يرونه في لندن أو نيويورك والمدن الكبرى. وتشهد دبي تنفيذ المزيد من المشاريع الترفيهية والفنادق لجذب أعداد إضافية من السياح. والآن ننتقل مشاهدينا مع جولة مع الأخبار الرياضية. مضى العداء الجامايكي يوسين بولت بخطى ثابتة نحو إنجاز الفوز بذهبيات السرعة 3 للمرة 3 على التوالي في الأولمبياد، بعدما تأهل للدور قبل النهائي بسباق 200 متر
في ريو دي جانيرو بزمن قدر بعشرين ثانية وثمانٍ وعشرين جزءا من الثانية في التصفيات. حظي بولت بدعم جماهيري وابتعد عن منافسيه وقلل من سرعته قبل نهاية السباق ليتأهل بسهولة للدور قبل النهائي الذي يقام مساء اليوم. وحسم بولت ذهبية 100 متر يوم الأحد ليقطع خطوة نحو إنجاز لا سابق له بالفوز بذهبيات السرعة الثلاث للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد، وهي 100 متر و 200 متر وأربعة في 100 متر. أحرز البريطاني جيسون كيني ذهبية سباق كيرين ضمن منافسات المضمار في رياضة الدراجات الهوائية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو، وهي الذهبية الثالثة لكيني بعد فوزه بسباق السرعة في الفردي وفي الفرق والسادسة لبريطانيا من أصل 10 ذهبيات مخصصة لمنافسات المضمار. للمزيد دائما مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على موقع الإلكتروني، أيضا تواصلوا معنا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا مباشر على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. بهذا نصل إلى ختام، شكرا للمتابعة، تحيات لكم مني من فريق العمل ومن معد هذه الحلقة زكريا النعساني، أعود ألقاكم يوم غد بإذن الله.